بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله، أمين. ازيكم يا شباب؟ النهارده إن شاء الله هنكمل الحلقة 13 من حلقات تصميم المواقع باستخدام الفوتوشوب. وآخر مرة كنا إحنا وصلنا لحد ما وصلنا إن إحنا نعمل ناف بار، وكان دي النتيجة اللي إحنا وصلنا لها، إن إحنا عملنا ناف بار بالشكل دوت بأشكال مختلفة، وقلنا إن إحنا ممكن يا جماعة إن إحنا نستخدم الناف بار دوت ونعمل له جريدينت بحيث نديله اشكال مختلفه من الجريدينت فيطلع معاك نتائج مختلفه بالشكل دوت. كنا عايزين نعمل حاجه كده ولكن بسيطه. تاني في القصه ديت لو عندي الناف بار زي كده تمام، هناخد اللي فوق دوت اول واحد، هنعمل له كنترول مع جي تمام، ونعمل شيفت ونحرك لو احنا عاملين موف بحيث ناخد منه كنترول لتحت هنا. طبعا احنا قلنا اول حاجه انت ممكن تعدل عليها في الناف بار هي موضوع الجريدينتس، فانت ممكن تختار الباك جراوند بتاعتك اللي هي دي تمام كده، وتحط لها جريدينت اف اكس اللي هي جريدينت اوفرلاي. وقلنا في الجريدينت اوفرلاي انت ممكن تحمل حاجات من على الانترنت تشتغل بيها، كل دي حاجات من على الانترنت، كل واحده فيهم بتديك تاثير مختلف على حسب ما انت عاوز يعني. خلينا بس نروح بعيد كده شويه، وليكن ديت مثلا على سبيل المثال اهي تمام. ممكن كمان تعمل ستروك بسيط تمام كده بالكلر اللي انت عاوزه، وليكن كلر مقارب حاجه زي دي اوكي تمام كده، وتزوده وتنقصه زي ما انت عاوز على حسب ما انت عاوز في الشكل بتاعك. ده الستروك تمام كده. طيب احنا ممكن كمان نعمل ايه؟ ممكن كمان نيجي في مكان مثلا ونحدد الحته، ناكل في التكست ده تمام كده، نحدد مكان نخليه هو الهوفر ستيت، يعني لما مثلا اقف على الزرار ده ايه اللي هيحصل؟ هنكبر شويه عشان نشوف. اعمل كده في الحته ديت لحد هنا تمام كده. لو انا مثلا على المكان دوت ايه اللي ممكن اعمله علشان اعمل هوفر ستيدي مش كده؟ لو انا جيت مثلا وفتحت ديت اللي هي دي، ولقيت في حاجه اسمها البرايتنس اند الكونتراست اللي هي دي تمام، وجيت حاولت اعمل شايفين كده يا جماعه، لو زودت البرايتنس ماشي بشويه كده هيديك افكت كان ان انت عامل هوفر ستيت. هوفر ستيت يعني انت بتوقف على الشكل بتاع الزرار ده هيديك مثلا حالته هتبقى كده. ممكن ازود الكونتراست والبرايتنس، ازود فيهم وانقص فيهم زي ما ايه زي ما انا عاوز، بحيث اعمل اختلاف فين في الباك جراوند اللي موجوده، يعني حاجه زي كده مثلا اهو تمام كده. يبقى كده ممكن كمان اعمل هوفر ستيت، وممكن انت تعمل الستروك على الشكل بتاعك، وممكن تعمل هوفر ستيت بالشكل ده تمام. دي الحاجتين اللي احنا كنا عايزين نقولهم المره. المره دي هنكمل في حاجه ثانيه خالص، هنعمل كنترول اس للملف بتاعنا دوت، وهنعمل ملف جديد، والملف ده هنتعلم فيه ازاي نعمل حاجه اسمها الجلوسي افكت. الجلوسي افكت اللي هو حاجه كده كانها بتعمل لامع او شايني تمام كده. هناخد فايل ونيو وهنكتب هنا الجلوسي افكت، هناخدها بشكل مبسط وانت بعد كده حر في اللي انت بتعمله، وكل ما تشتغل عليها كل ما يكون احسن. جلوسي افكت كل ما يكون ده ايه افضل لك انت يعني. وهنخليها 1200 طبعا بكسل، ف 1200 بكسل 72 بكسل بالنسبه للريزولوشن، ونقول له اوكي. كده عندي ملف فاضي خالص جديد تمام. تعالى ناخد اول حاجه، ناخد الدايره ديت وناخد اي لون اللي احنا كنا شغالين بيه، اي لون مش مشكله. وبعد كده شيفت وانا برسم عشان تدي محافظه على الابعاد بتاعتها، وليكن ايه بالشكل ده مثلا هكذا اوكي. لو انت عاوز توصلها في وسط الشاشه بالظبط تعمل كنترول مع ايه وتبتدي تروح جايب ديت اللي هي بتاعت السنتر اليمنت ديت، ودي كده هتبقى في نص الشاشه بالظبط تمام. طيب ايه اللي ممكن اعمله في الدايره دي؟ انا لو عايز اعمل الجلوس افكت في كذا حاجه ماشي كده. اول حاجه ان انا هدي جريدينت، يبقى هاجي هنا في الاف اكس من تحت وادي جريدينت اوفرلي اوكي. خلينا بس نكنسل دلوقتي مؤقتا، نعمل كنترول مع دي، نكمل دلوقتي. ايه اول حاجه احاول اعملها على الشكل دوت؟ ان انا هعمل له جريدينت افكت. هاجي هنا في الاف اكس واختار الجريدينت اوفرلاي واشوف الالوان المتاحه ايه بالنسبه لي وابتدي اشتغل عليها. ولكن مثلا يعني مثلا هناخد حاجه من الحاجات الموجوده دي
انت طبعا ممكن تلعب في اللون براحتك انت زي ما انت عاوز. تمام كده. بس انا شوف الاحمر ده. تمام. طيب لو انا جيت هنا في اللينير دي بدل ما هي لينير دوست اوكي وقلت له انا عاوزها تبقى راديال ماشي كده. هبص تلاقي ان هو بيقول لك الجريدينت دوت هنا في جزء يعني يعتبر زاهي شويه وفي اللي هو ده اهو عشان برضه يبقى واضح اللي هو في النص ده. تمام كده. وجزء تاني فاتح اللي هو ده. تمام اللي هو يعتبر اطراف. هو مديني ان الجزء الغامق جوه والجزء الفاتح ايه بره. فانا هعمل انفرس او ريفرس. تمام كده. هعكس العمليه بقى. الجزء الفاتح هو اللي جوه والجزء الغامق هو اللي بره. ولو حبيت اخف شويه من الدنيا دي شويه اللي هي بتاعت الغامق ده ممكن اروح اعمل كده واشوف الدنيا ايه مش سوري كده عشان يديني ايه. خلي بالك مثلا السهم الصغير ده هو اللي بيحرك الدنيا اهو كده مثلا على سبيل المثال. طبعا مش هنفتحها قوي كده خليها ايه حاجه بسيطه زي كده. طبعا انت هنا مديك هنا 90 درجه فانت ممكن تتحكم في ال 90 ديت تخليها كده تخليها كده على حسب ما انت هتشوف في الافكت بتاعك او انت عاوز تعمل. تمام دي اول حاجه. يبقى كده عملت جريدينت ايه افكت. يبقى دي اول حاجه في الجلوسي. تاني حاجه انا ممكن اعملها ان انا اعمل حاجه اسمها ايه الشايني اللي هو حاجه شايني كده فوق. هعملها ازاي؟ بحدد الطبقه دي واعمل كنترول وجي مش دايما بتركز معايا ليه؟ احددها هنا كنترول مع جي كده كده عملت نسخه. يبقى النسخه الاولانيه اللي هي الاصل وادي النسخه الثانيه اللي هي الصور. واعمل كنترول مع تي وابتدي اقلل شويه كده ولكن مثلا حاجه زي كده ممكن برضو اقلل شويه اطلع لفوق اظبط فيها بهذا الشكل. طيب متوقعين دي هتبقى ايه؟ ممكن ان دي هتبقى اللي هي الشايني الجزء اللي هو الشايني مثلا انا ممكن اسميها ايه شايني بهذا الشكل. تمام كده. واجي اديها بدل الجريدينت اوفر لي ديت اشيل الجريدينت اوفر لي بتاعها واديها لون صافي اللي هو الكلر ده. تمام كده. طبعا متوقع اللون هيبقى ايه ابيض اللي هو ده النورمال بتاعه واللون هيبقى ايه ابيض بهذا الشكل. اوكي اوكي. طيب في عندي حاجه اسمها الماسك. لو انا جيت هنا اهو ورحت عملت هنا ماسك. تمام كده. الماسك دوت انا ممكن استخدم معاه الجريدينت تول اللي هي الابيض والاسود. قلنا الاسود هيبقى شفاف والابيض هيبقى ظاهر واسحب كده من فوق لتحت بهذا الشكل اهو كده. تمام كده بحيث ان يبقى فيه يعني شويه تداخل. يعني ممكن اسحب كمان كل ما اسحب كل ما يكون فيه تداخل. تعالى اسحب من فوق لتحت شويه من هنا اهو كده. تمام كده. هبص تلاقي في حاجه الشاين افكت. طبعا عشان في افكت زياده شويه فانا هقلله بايه بالوباستي ده الشاين اهو كده. تمام كده. تمام يبقى كده انا حسيت ان في زي حاجه زي الجزاز. تمام. في حته هما بيضيفوها كمان ان انا ممكن اجي اروح ساحب دي طبعا اخد اي غير تاني خالص مختلفه واختار لون وليكن ابيض ماشي واروح راسم مثلا حاجه زي كده. تمام. واعمل لها كنترول وتي والفها شويه. تمام. احطها في اي حته حسب ما انا عاوز وليكن في الحته دي كنترول وتي كمان. حاول اشمع الكيرف بتاع الشكل اللي عندك وليكن ده. اديها بس تي قليل 70% مثلا كويس و 50%. تمام. هدي اسم الجلوسي جلوسي بهذا الشكل. وممكن اديها افكت من ضمن الافكتات اللي هو الاوتر جلو اوتر جلو اللي هو زي كده. تمام. واشوف السبريد بتاعه واشوف السايز بتاعه حاجه زي كده. اذا حسيت ان هي زياده قوي ممكن تخففها شويه عن طريق مين الماستي تخليها 20% بس بحيث ان هي تبقى يا دوبك ايه ظاهره كده
خلينا بعطيه بعد ده اللي هو الجلوسي افكت. تمام كده. انت ممكن بقى تجيب ايقونه، يعني تدور على الايقونات. تعال نشوف ايقونات. انا عندي واحده استهلكت اظن فايل اوبن، ده الديسكتوب عندي اهي، دي ايقونات. تمام كده، دي ايقونه، يعني ايقونه عباره عن هوم بي ان جي، وتحط الايقونه دي مثلا في المكان ده. طبعا تعمل كنترول تي لكم بالشكل ده في الحته دي مثلا، دي اصبحت ايقونه داخل مين؟ داخل الشكل نفسه. طبعا ايقونه يعني مستحسن انها تكون ايه؟ هتبتدي تمشي مع مين؟ مع الشكل. ماشي. بقى اول حاجه هدي لها مثلا افكس وليكن كلر اوفرلاي، ماشي، واديها له مثلا يكون زي كده وغامق شويه. تمام. وتبتدي تحاول تظبط فيه، يعني ممكن تدي له ستروك. تمام كده. والستروك ده برضو يبقى مثلا حاجه برضو ايه غامقه شويه كده. تمام. زودها شويه حسب ما انت شايف. تمام كده. ممكن تدي دروب شادو ليها بحيث انها تظهر. تمام. مع سبريت مع سايز حاجه زي كده مثلا. كويس. تمام مفيش مشكله. ممكن كمان تدي حاجه تانية اسمها الانر شادو. الانر ايه؟ شادو وانت شغال. تعال نشوف الانر شادو ده ممكن يتعمل ازاي. ان انا باجي في الحاجه الاساسيه اللي تحت دي. تمام كده. واعملها برده كنترول مع جي. تمام. وبعد كده بديها لون وليكن اللون الاسود بدل الجريدينت دي. شيل الجريدينت، هدي لها كلر اوفرلاي. تمام كده. واديها لون اسود. طمست خالص اهي. تمام. وكل اللي هعمله ان انا بعملها كنترول تي احددها، وباجي في الايدد ترانسفورم بدور على امر اسمه الريب او الوارب حاجه زي كده. هو ده هديك شبكه اهي، تبتدي انت بالشبكه دي تبتدي تتحرك تعمل تلسير برضو لذيذ لذيذ يعني كده. مش كده قوي يعني. كنت كوزات اهو. تمام. وناكل حاجه زي كده بس على سبيل المثال. وتجرب بقى، تبتدي تجرب. تجرب اول حاجه تخفف الشفافيه دي. يعني تخليها حاجه بسيطه مثلا كده. تمام. حاجه بسيطه زي كده. تمام كده. كده مديك شكل برده مش بطال مش وحش. تمام كده. جوه الايمج نفسها دي انت ممكن تدي برده جلوسي ازاي. باجي ده الشكل بتاع الايكون اظن هو اللي فوق ده، هو ده. ممكن تاخد ده تعمل كنترول جي. كنترول جي. تمام. وتشيل دوت وتروح حاطط كلر اوفرلاي. شيل كل الافكتات الموجوده وخلي كلر اوفرلاي، بس خلي الكلر ده بلون ابيض بالشكل دوت. اوكي. وبعدين تستخدم اي شكل كيرفي تمسح بيه الكلام دوت. يعني ممكن تحدد مثلا وليكن بالسلكشن دي. مسافه. كبر. حاجه زي كده. اوكي. وتشيل الدم دي. ديليت. كنترول معي معدي. اوكي. اوكي. وتبدا ايه تخفف برده شفافيه، او ان انت تحط ماسك. ماسك على اللاير دي. اهو. وتبتدي تستخدم الجيدنت اوفرلاي. تسحب كده مثلا. تمام. خلينا ناخد نقول هنا لحد هنا حاجه زي كده، بس الحدود تبوظها شويه حاجه زي كده. وتخف برده فين؟ في الشفافيه. يبقى انت عملت جلوسي جوه الايكون نفسها حاجه زي كده مثلا على سبيل المثال. تمام كده. اخر حاجه انت ممكن تعملها بقى ان انت تعمل شادو هنا في الحته دي. تمام كده. تعال نجرب.
هناخد الايقونه الاساسيه كنترول مع مين؟ مع جي. الله اكبر العظيم. كنترول مع جي. تمام كده هنصمم ده شادو. طبعا انت المفروض تنظم اكتر من كده بس انا عشان مستعجل بس في التسجيل فهبتدي اظبطك. وهعمل كنترول مع تي وشيفت وانا نازل استوب حاجه يعني يا دوبك كده مثلا. تمام. وبعدين هشوف الجريدنت اوفر لي دوت بتاعها. هنخليه مثلا حاجه في الاسود والابيض. اوكي نشيل الريفرس. نحاول نظبط ال نخلي على 90. تمام كده مش ظاهر قوي. سكيلها برضه مش كويس قوي. خلاص خليها اسود كلها على بعضيها. تمام. وبعدين بديها افكت اسمه البلور افكت. اوكي فلتر البلور. في هنا الجاوسيان بلور نوع ده. اوكي واحاول فيها شويه. حاجه زي كده. طبعا يا اما تبعت الظل شويه تنزل الشله شويه عن الشكل هتخليه قريب منه وكمان تخف الايه الشفافيه حاجه زي كده 50% على حسب ما انت كده. عملنا جلوس افكت ومعاه مين؟ معاه الشادو بتاعه. تمام كده. تمام. طيب ايه اللي ممكن تعمله انت كمان؟ ممكن تجمع كل القصص دي بقى فين؟ في جروب. نجمع ده كله فين؟ في جروب. بعد طبعا الخلفيه. كنترول مع جي من جود. تمام كده. ونسميه جلوسي بوتوم. جلوسي بوتوم بالشكل ده. ايه اللي ممكن تعمله كمان؟ ممكن تيجي بالليارات ديت في حاجه اسمها الهيو اند ساتوريشن. ادي لو انت اديت كالرايز عليه من فوق كده تقدر تلونه باكتر من 100 مليون. الهيو بيديك ايه لون معين زي كده. كل ما يديك لون ايه مختلف. اهو الساتوريشن درجه تشبع اللون عاوز تخليه زاهي وواطي على حسب ما انت عاوز. اللايتنس اللي هو درجه الوضوح بتاع مين بتاع الشكل. تمام. يبقى انت كمان ممكن تغير في الالوان لشكل معين بحيث انت تقدر تدي اكتر من ايه من افكت زي ما انت عاوز. بكده نكون خلصنا جزئيه الجلوسي افكت وخدنا فيها كذا حاجه. ان انت ممكن تعمل الشايني الجلوسي الشادو اللي هو الانر شادو. ممكن تحط ايقونه. تمام كده. ممكن تحط دروب شادو من تحت. كل دي برضو افكتات انت ممكن تحطها على الجلوسي افكت زي ما انت عاوز. ممكن في الاخر تغير الوان زي ما انت عاوز من اللون الاساسي ده للون اللي انت ايه اللون اللي انت عاوزه بحيث ان انت تدي ممكن هوفر ستيت زي ما انت عاوز. اوكي اوكي بكده كده خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير لي. واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكل لكم شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.